السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا يعني وين غادي نتكلموا على شباب قسنطينة. محمد بولحبيب مدير عام لشباب قسنطينة، هذا وين نقولوا شباب قسنطينة يعني غادي تستقر. هذا وين قعدت على بولحبيب، معروف ويعرف كرة القدم ويعرف كيفاش يدافع على شباب قسنطينة، يعرف كيفاش يدافع ومعروف ويعرف كيفاش يعرف خبايا كرة القدم الجزائرية، يعرف خبايا السوق تاع واد كنيس، يعرف أحسن معرفة السوق تاع واد كنيس، يعرف مليح. على هذيك نتمناو إن شاء الله بربي يقعد. يا ودي هذا راكم درتو روطار، هذا راكم درتو الروطار بزاف، هذا درتو غلطة اللي جبتو عرامة وبعد وليتو تبريكو لموراه، هذا درتو روطار بزاف بزاف. هذا بو الحبيب نورمال، هذا بو الحبيب مين كان من بعد؟ شكون اللي كان من بعده؟ كانت بعده دوج جماعات تاع 2017، كانوا من بعدين قالنا بعدو هذا بعدو. فنتمناو ان شاء الله بربي مولودية الجزائر تفيق، يعاودو يردو عمر غريب، يعاودو يردو ناس اللي تخدم، ناس تاع القاب، ناس اللي تغير على النادي تاعهم. هذا يغير على النادي، هذا يغير على النادي تاعه، هذا بو الحبيب يغير على النادي تاعه، والخدمة في الوجه، هذا الخدمة في الوجه، ما عندوش تبعات، الخدمة في الوجه، يهدر لك شتا كاين، ما يبيعش الأوهام، هذا هو الخطر، ما يبيعش الأوهام. هذه نعرف احنا، هذو احنا نعرف احنا كيما يقول لك هكا مين تتبعوا البطوله، نعرفوا البطوله الجزائريه ونعرفوا الناس اللي كانت تخدم، نعرفوا الناس اللي كانت تخدم، نعرفوا الناس خدامين، الناس كانوا واقفين، قسنطينه كانت واقفه معاهم، شباب كان واقف مع هذا، يعني وقف مع هذا. وهذا كي نقول لكم باللي يعرف، ما نقولش بطوله جزائريه، يعرف السوق تاع واد كنيس كيدور، يعرفها كيدور، خاص سوق واد كنيس يعرفها كيدور، كاش اللي يجي غلطة. هذا ما يجيبلكش مدرب يسني له يومين 24 ساعة يدي مع شحال يدي دراهم ويروح، هذا هذا ما يجيبلكش هذاك بالخيطر، هذاك نهار اللي جابه، نهار اللي جابه هذاك عرامة، جابه دخله للبيرو سنية وعاود خرجه وقال لك مبليسي ودا دراهم وراح، هذا ما يديرهاش، هذا ما يديرهاش، هذا ما يديرهاش. غي هذا ولا داك اللي قال لكم المقروط، تعقلوا تاع المقروط راكم عاقلينه. هي هذا خاطر على قاعد يضرب فيها بزوج من ومن، قاعد إلا ما كانش، إلا ما كانش الاتحاد يقضب الشركة تاع الآبار. وهذاك تاع مول المقروط، هذاك مول المقروط يضرب لك على زوج مناصب، إلا ما كانش يبين روحه للمسؤولين تاع الجزائر، إلا ما كانش منا كاين منا. يضرب على زوج جبهات. بصح اليوم جاكم بو الحبيب معشوق جماهير تاع الشباب قسنطينة، ان شاء الله بربي نشوفو قسنطينة. ما نقولش بلي لي تيتر وصوالح منا، لي تيتر حنايا يعني نعرفو بلي الشامبيونات تاعنا يعني كاس الجمهورية، يعني شكون يديها، والمرتبة الأولى والثانية الثالثة من استطاع اليها، المرتبه الرابعه كذلك من استطاع اليها، يعني سورتو المرتبه الاولى يعني مواليها يندارو، واللي بيطيحوا فاني كيطيحوا وحده زوج والثالثه يعني اللي قلبوها. هذه هي خاطر هذا كان، هذا فاني كانوا بعدين وجماعه 2017 كان من بعدينا بالعاني من بعدين. راك تشوف كيعاود ولا جاي زبزب، انا ماني كان اللي يقول لك انت راك تقول جاي، واه جاي زبزب، انا جاي زبزب نقول لكم وانت غادي تحي له، انا نقول لكم وانت غادي تحي له، خاطش عليه جاي زبزب يضرب على هذا، هو اللي جابه فانيك يضرب عليه، هو منه ويتعامل معاه وكل شيء ويعرفه، خاطش كانوا الناس كانت تخدم من قبل، مش يقولوا جاي زبزب خدم معاه، لا جاي زبزب يعرف بو الحبيب سوسو، يعرفه مليح. هذه هي انا جاي زمزم نقول لكم وانت غادي تحي له، كي نشوفه قلع المكلف بالاعلام وهو حط المناجر فما كنت تحي له، فما نقول له يا ودي اسمح لي بلا كنت غلط فيك، كي يقلع غير المكلف بالاعلام
خاطر كاين زوج هادو تابعين للرئيس الاتحاديه، كاين المكلف بالاعلام وكاين ما نقولوش في ستاف تكنيك نتاع تاع لونترينر يحكم، ما ندخلوش في سؤال تاع مدرب هو اللي راه يمشي فيها. بصح الا عرفت هذا جيد بزاف صح الشخصيه تاعو والعمل تاعو، عندك المكلف بالاعلام وعندك المناجر تا هو اللي تحطهم، ما يحطهم لكش جماعة من الدوحة. وين عينت شركة الآبار المالكة لغالبية الأسهم في الفريق شباب قسنطينة محمد بلحبيب المدعو سوسو يوم الجمعة مدير عام للفريق خلف للمقال عبد الغالي، وأعلنت صفحة الرسمية للفريق خبر تعيين في بيان نشر على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وجاء هذا التعيين بعد فراغ الإداري الرهيب الذي عانى منه الفريق خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى غضب كبير من أنصار الفريق الذين خرجوا في مسيرات مطالبين بإنهاء المشكل للفريق قبل فوات الأوان. أهديلة إيكيب أو هذه شركة أبارك عشتيلة ولا تمدلك بالمئة مليار، مئة مليار انت هي ما تكلاسيش أمو والله ما فهمناكم كي تحضر يقول لك انت هي كيفاش تيلا ولا اي 100 مليار والله 100 مليار دراهم ما اش تجيب بيها الشامبيون، شامبيون عيب تجيب بيها غير الشامبيون، 100 مليار ما تجيبش بيها الشامبيون، 100 مليار تجيب بيها تريبلي تجيب بيها دوبلي يا سي محمد، تجيب بيها الشامبيون وتجيب بيها لاكوب في لافريك وتجيب بيها السوبر تاع لافريك، 100 مليار مي والله لا نورمال، ونورمال يكملوا العام ويشكو ويقول لك الدراهم كاشي وكلش. وجاء هذا التعيين بعد فراغ اداري رهيب الذي عانى منه الفريق خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى غضب كبير من أنصار الفريق الذين خرجوا في مسيرات مطالب بإنهاء مشكل الفريق قبل فوات الأوان. وكان أبو الحبيب قد قبل العمل في منصب مقابل موافقة على شروطه من أجل العودة إلى الفريق، وأبرز كان عدم تدخل في عمله ومنحه بطاقة بيضاء في تسيير الفريق. ها الناس اللي تاكل على روحها، ما مشي عيطولو جاي يجري باش يدير الكاشي في جيبو يكاشي للغاشي، لا هذا اداري ويعرف مليح يعرف باللي مي تضرب بالحنش ما تضربوش في الوسط، الحنش ينضرب في الراس ما ينضربش الكعانة، هذا يعرف قصة تاع الحنش وين تضربه يا حسن. وسيكون بإمكان مدير جديد بدء عملي بشكل رسمي ابتداء من اليوم، خاصة أن الفريق يمر بفترة صعبة حيث غاب المدرب الحالي خير الدين ماضوي عن معسكر الفريق في تونس، إضافة إلى عدم تواجد أي إداري يعني إدارة تسير الفريق. وسيكون شباب قسنطينة على موعد مع بداية الدور الجزائري يوم 26 أوت إلى ما أجله شهر، حيث سيستقبل الصاعد الجديد اتحاد خنشلة على الملعب الشهيد بن عبد الملك بقسنطينة. حنا نتمنوا له النجاح، خاطر الناس هذو خدامين، الهدوء والنجاح، الهدوء والنجاح، علاه تبقى انت يبقاو يخرجوا ناس وخد اخرين، حنا غير هذا، انا غير هذا ابو الحبيب ولا ذوك اللي فاتوا ولا ذاك مول المقروط اللي كان يجري عليها غوش ودروات، خاطر مول المقروط كان يجري عليها غوش ودروات، وهذا يعرف مول المقروط، يعرف القصه تاع الدراهم تاع الديربي اللي نخونو، يعرف شكون اللي خونو، شكون اللي رد لاكاس الديربي قسنطينه الموك مع السياسي، يعرفها مليح هو، هذه هي يعرفها كيما حنا رانا عارفينها، هذه هي على ذيك نقولوا بلي اليوم وين هذا ابو الحبيب يستاهل، وان شاء الله بربي ربي ينجحه في العمل تاعو، خاطر شباب قسنطينة فانيك نادي كبير ويستاهل تتويجات فانيك، هذه هي نتمناو ناس خدامة برك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وربي يحفظكم، صحيتو
باش لي فيديو يوصلكم هذه.